اهدى، انا قربت خلص. جاب مصاري مبلوله، ممكن انه يرجع يجيبها ناشفه. راهول، انت ما فيك كل مره تبعت حدا يضربه ويقطع طريقه. شوف طريقه تانيه تدمر محاولاته. نارين هو السلاح الوحيد اللي عنا لحتى نضغط فيه على بوجه. صح ماما، لانه بوجه ما رح تستسلم بهي السهوله. لايك احسن شيء نحن بنعمله بهي الفتره انه نهين نارين قدام كل العيله. بهالطريقه عيلته لهريش فياس رح تتدمر. لازم نضربه اكثر ولحتى تحمي زوجها من الاهانه. هيك مدام بوجه ما رح تتردد انه توقع الوثائق يلي بدنا اياها ببساطه. بس شو رح تعمل؟ لانه انت بتعرف انه في كتير شغلات ما بتفرق مع نارين ابدا. رح تفرق يا امي. واكيد هو رح يتاثر، بس نحن لازم هلا نسرق له حريته. يعني نارين ما اهتم باللي صار بالمصاري ابدا. فانا برايي نخليه مشغول بالمكتب. مو غلط، لما السيد نارين رح يتعب وقت كل العيلة رح تتعب وتعاني. بالضبط ماما. شكرا راهول، لأنه أنت هلأ جبت المشاكل لحالك. نارين رح يروح على المكتب وأنت رح تكون حطيت حالك بالمشاكل. الشغل بالمكتب بيساعد نارين وبيقوي، وهالشي رح يدمرك لإلك، لأنه نارين رح يسترجع حقوقه اللي أخدتها. نارين قوم، صار الوقت لحتى تقوم وتتحرك عن جد. إجا اليوم اللي لازم تعلن فيه الحرب ضد أعدائك كلياتهم. لازم ترجع كل الشغلات اللي أخدوها منكم، وهي الحرب رح تبلش من بكرة. بس كيف بتاخدي هالقرار بدون ما تقولي لي؟ بوجه أنا رح أعمل أي شيء بتقوليه، رح أشتغل كل شيء بدك إياه وأي شيء، بس ما بروح على هداك المكتب. ليش؟ أكيد مانك خايف من راهول. شكلك نسيت إنه هذا المكتب اللي رافض تروح عليه اليوم أبوك هو اللي بناه بالبداية. اشتغل كتير وتعب لحتى عمل هداك المكتب. هلأ بهالفترة مرض ومو قدران يشتغل بسبب التعب، فياريت تقلي مو من واجبك كابن إنك تاخد مكانه؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.